ترى وضعها شين. ام سعود شوفي، ما عاد بالدنيا صحيح بدنها، لا صار والعقال مثل المجانين، واصبح رديا العرف يا مروي عنها، انا مجرب والتجارب براهين، ضمنتها ان كان ربي ضمنها، رفقة رديا المعرفة بتهدين، على زبون ضمها واحتضنها، بغى يجيني بث من قلت بعدين، امسك فلوسك لين ننشدك عنها، ما بعتك خلاص يا احمر العين، ما في الا تصاحي تحكي على ابي حتى ثمن. استشعر الهدوء يا انس، شوف شوف تخيل، شوف انت الحين ابيع، عرفت فرق الهدوء؟ شوف تاثر. تكفى انس تكفى، خلنا نسولف، انت اسالني اسئله، اسولف معك اي شيء بدون اغاني، شاطر. يلا بسم الله. انس متى بدك؟ وابي حتى اثمن. خلاص خلاص طلع صوتي زين، طلع صوتك شين، شين صوتي، شين، لازم اقنع صوتي زين. لا لا زين زين زين، اقتنعت زين، لازم اطرب. والله حلو، لازم اطرب، والله حلو، لازم اطرب. لا 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 والله حلو. خلاص خلاص خلاص، خل نجلس هدوء عادي، مو بلازم نتكلم عادي، هدوء هدوء، ما احب الهدوء. خلاص بتسولف ولا اغني؟ لا خلاص سولف انت يلا. متى بديت المجال، متى بديت تدخل مجال العقار وكذا؟ كم سنوات؟ لا لا جاوب كذا جواب سريع، كيف يعني الموقف؟ رحت كنت تروح مع ابوك؟ اي كنت اروح مع ابوي، اجلس مع ابوي، وغلط عبيت العقار واشتغلت فيه. ما شاء الله. اسمع طيب، اول موتر شريته؟ اف جي. ثاني موتر؟ ثاني موتر شريته؟ ما بعترف فيه. موتر ودك تشتريه؟ يا ولد موتر ودك تشتريه؟ 24 لون ابيض داخلي بيج. يا قديش الحياة صعبة؟ قديش؟ تذكر أول يوم لنا بزنس يوم قايمين كلنا صاحيين، كل يوم عادي، كل 24 صاحيين، نفس بز واحد نفس بز الحين، تغير مطبخ تغير محله؟ لا أقصد أخيان يعني كل صاحيين مو نايم يا أخي صاحيين، ممكن نرجع زي بز واحد يعني وش؟ طيب عادي يا خلاص غن. ما عرفتك التبع. خلنا ندخل برنامج هذه نهاية. يا علي رد يا علي رد عشري، يا علي رد حب لي خشمو، حب لي خشمو عشري، حب لي خدو ونعيو، حب لي خدو. يو 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 يو. مسكت معي اليوم وش؟ الله يعينك، تحملون. اتوقع الجمهور يقول الله صوت انس حلو، اتوقع احس الجمهور يقول خير خير. يا الله ليش تحطمني؟ ليه؟ وش سويتك يا محمد؟ ليه تحطمني يا محمد؟ وش انا وش سويت؟ تقسى يا حبيبي وان تعودك خيزران، لا عادي تقسى مثل ما تقسى السنين الماضية، يا عود ما سموك عود إلا ولك قد وقار. يا لا 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 لا. محمد ايش حطمتني؟ أنا آسف. أنا وش سويت لك؟ آسف. ليه تكسر بخاطري؟ آسف.
تصدق مره واحد من اخوياي تحدث انا وياه حداني اضحك وبكيك بنفس الوقت. تحدث انت كذا؟ ايه ضحكت اول شيء ثم اقوم ادخل معه باب قصص الحزينه وهذه والله يا محمد قام يبكي. ودي اسويها مع احد العيال هنا الصلاة طول غير جلستنا اللي قبل نص كان فيها بعد البيت الصباح. يا الله كم بقى على الصلاة؟ خمس دقائق ما يمدينا. اي خلاص ام سعود تقول له تغنون قبل الصلاة. من هو؟ ام سعود اللي دقت عليه في المطبخ تقول انتم يجيكم بلا قبل صلاة المغرب يجيكم بلا قبل صلاة الفجر. الفجر حلو مغرب وفجر العصر ما في شيء ان شاء الله باذن الله. هو غنى ام سعود ما لي دخل. يا وجودي على الراحة ويا مريحال ليت مالي مع الشعار ولا يا مزعب على قدام يا شيعة على وين مع جرة جاء العجاج ودفع الصبر يا رب العالمين. هالباب فتح بربيع شفناه ترى بربيع بخرجنا طلع علينا من هنا ترى طلع علينا مع الزاوية. يقول استمر صوتك يقول صوتك حلو يقول استمر صوتك حلو وازع برا بالساحة. ايه وشلون مغليك تريرين وانت الذي علمتني حبك يا هاجسي عشقي عيونك اسأل تلقى الجواب في ناظر عيوني تصوير لجمل عذاب حبك يا مفتوني وشلون مغليك وشلون مغليك تلقى حياتي كلها لذة غرام لذة غرام قلت تلقى حياتي وبقى كمان ما سهر لا قل الحياة كل شو حياتي ايش تلقاها حياتي كلها كبسة حمام تلقى حياتي كلها كبسة حمام وشلون مغليك وانت كشنات قلبي وشلون مغليك وانت حمسات فؤادي الله ها من خلاني لحالي لازم اغني لحالي هات هات لا توادعني مرحبا مرحبا هلا 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 ضحكت حق العقار كذا يا اخوان سم سم اي القطعه الارض سعتها 910 اي على شارعين شارع 8 وشارع 25 الله يقطع سواليفك ابى تم تم طلع مو تم بكره نفرق على طول تم تم هلا 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 طفيت اقسم على ربي طف ماكت محمد بن شبيب يقول لك طال عمرك لو تعلم بحبك عندي لا سحبت على تركي اخوك وحطيتني محل تركي يمكن تحطني محل تركي وشا كمل اقول مناحي وخا مناحي ما اقدر مناحي ما اقدر مناحي كبير يضربني
تركي وسالم ما اقدر اضربهم انا. حوي بقي على الوقت على الاذان 6 دقائق. مزرد يا الجد وارجع في عبيده. 6 دقائق العد والاصلق حطاني ضايع باصتهم صدر الجريده. لا 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 الدمى يمون ود الكشرة الدمى. أقول أقول نستاذنكم أبار عشان أنت مسوي قبل ما عاد يمت فيها كتب فيها فاصلت فيها تحت الوقت. يا لا ليلا لا يا لا لا ليلا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا. محمد الشبيب المسردي دين. الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير محمد ونعم. الله يذكره بالخير. من هو؟ نواف عرماني. نضحك داخل مثل داخل حلو. قلنا قلت انا قال مناحي علي الشمراني هو واقف هنا قال ونعم. يا ليلك يا ابو عبي نوف. الله يوفقك. مامي يوفقك. بعد مقطع البارح والله نفسيته حلوه ومبسوطه. اي يوم طلع عندنا في فقط هذا ما شاء الله عليه. مع محمد فرع في فقره راس المال. يا لا 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 يا لا 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 مع محمد مفرح في فقرة راس المال. يا لا نقدمها لا 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 مع محمد مفرح في فقرة راس المال. يا لا 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 يا لا ما يعني ما حد يسمعنا ولا حد يشوفنا. افضل فقرة عندك عطني فقرة واحدة. لا ما اقدر. لا اسمع لي والله انا كلها والله وكذا والله انا كلها. اسالني وبجاوب حاتم. وش افضل فقره عندك؟ مقادير. مقادير فقره عاديه قدور وطبخ. لا شوف والله انا كلها حلوه. كلها حلوات انا اقول محمد انفر. والله انا تحمس لهم كلهم الفقرات كلها. حباس 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 حباس. انا كذا احب المطبخ. بيض الله وجهك يا حباس على الموضوع انك هونت. ايش الموضوع؟ خليت على وازع. ودي البل. جينا هناك. البل ودي البل انا. اسحب الحشو هناك. المهم. المهم اني معيف وخاطري طايب وسامح. يعني وش بتدخل ارنب. لا لا اجي هنا ابلس هنا. مع محمد. ليتك ما تعبت. فقرة يا الله. يا الله حطها ميوت. اشوف. من اليوم. توني افتح ولا ميوت ولا شيء. ما هو ميوت والله. حركاتك بتدق. ما تخلون حركاتكم انتم. اقول لك افضل فقره. يعني الفقرات الفقرات كلها حلوه والله عندي انا. ما في والله فقره. ان بغيت حباس وبغيت عز وبغيت. انا اقول لك كلها حلوه والله العظيم واللي احلى منها مقدمينها. الا فقط صوت التميز انا اللي ما دخلتها ولا ادري دخلت اول يوم بس. ويلي ابو عيد. ما كنت ما ادري عنها ان شاء الله يجي اليوم محو. يا وين استغفر الله استغفر الله. يلا راح ادنا. ها انا ابد راح توكل. تسدل انت؟ لا انت راح ادنا بروح اجدد وضيوه. طيب كم باقي هو؟ خلاص ما بقى شيء. شوف كم باقي عندك وعلمني. راح المسجد خلاص. ابو روح شوف اللي عنده. اوكي. بسم الله.